الكرة لهجوم الوداد ضغط رهيب المهاجم دخل الحكم بيخور ضربة جزاء ضربة جزاء الحكم البارلي لم يتوانى بعطى ضربة الجزاء للكاتبة الودادية احتجاجات من جانب لاعبي الرجاء لكن القرار الأول والأخير يبقى القاضي نشوف الإعادة نشوف الإعادة ضربة جزاء رفعت الأقلام جفت الصحف ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس نعم ضربة جزاء للوداد الرياضي فرحة عارمة لجمهور الوداد في انتظار التنفيذ من سينفذ الكرة أظن أنه المدافع المدفع المدفعجية بن شريف محمد فيس تو فيس مع الحارس بن شريف سدد كرة بشريفه يا رايا بشريفه يا كبير يمزق الشباك يمزق الشباك فرحة هستيريا بالمدرجات شوف 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 أين من أين مرت الكرة أي شوف بشريفة مدفع مدفع صاروخ بوم 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 الرايع محمد بشريفة يعطي الأفضلية للكتيبة الودادية بشريفة يمزق شباك الرجاء ويسجل الهدف الأول فرحة الجماهير طب الكرة للرجاء التي سيبحث لتعديل النتيجة لاحظ الإعادة بشريفة بشريفة المدفع محمد الرايا بن شريفة سنشاهد الآن لا رياكسيون ترجع الكرة للوداد المهاجم البرلي وبيقول يصفر ضربة جزاء أي سيناريو أي سيناريو البرلي شوف الإعادة أي كان شد نعم كان شد من الخلف من مدافع الرجاء على اللاعب الودادي والبارلي يعطي ضربة جزاء أي كاريزما لحكم يصفر ضربتين جزاء في الديربي أي ديربي أي كورة نعم استمتعنا في 42 دقيقة احتجاجات متواصلة من لاعبي الرجاء لكن البارلي لن يتراجع عن القرار ضربة جزاء من وراءها هو بن شريفة أكيد الذي مزق الشباك في الوهلة الأولى الوهلة الثانية ماذا أنت فاعل يا محمد يضرب كورة عاودالو جبالو مزق الشباك اي 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 يمزق الشباك بالمرة الثانية محمد بن شريف الرايع المدفع وفرحة هستيريا بالمدرجات فرحة فرحة جمهور الوداد وصمت الرهيب في المكانة لجمهور الرجاء ايوه بن شريفة شباك الرجاء اليوم تمزق في وهلتين في مرتين في لحظتين في برهتين يا بن شريفة يا رايع.